ملف مغادرتك هذا البرنامج اللي احنا فيه، برنامج سكريبت على قناة الواقع الفضائية. أسلم. كيف كان الخروج وكيف كان الشعور وش حصل في ذيك الليلة؟ ذيك الليلة الحمد لله رب العالمين، الخيرة من اختارها الله. ذاك الليلة كنت يعني متعود على أخوياي، وكان الفراق هو اللي أجعني شوي. والحمد لله رب العالمين طلعت من أخوان وجيت أخوان، أخوان من كل محل ومن كل ديرة ومن كل بقاع العالم وقفوا معي ساندوني وما قصروا والحمد لله رب العالمين، وشدوا من عزوم وثبت تنوية. خروجك يا سعود، أعطي تفاصيل خروجك. أكيد أنه كان مر لك صحيح. وانعكس هذا على من عانقوك روحيا. اللهم لا. لكن إيش الفلسفة اللي تقول أنه كل شيء خيرة يجي من الله سبحانه؟ يعني هذه خيرة. أنا صح أني كنت أبي أكمل مع أخويا، لكن الظروفنا اللي انتخابر اللي عندنا في البرنامج وتعبنا اللي احنا نطلع، احنا تعبانين نطلع، كنا نسهر والله احنا نسهر نطلع علشان من؟ علشان القناة وعلشان الجمهور. هل كان عند سعود ظروف خارجية كانت ما تخليه ينام، وكانت لحظة الخروج بالنسبة له فرج مختلط بحزن؟ يعني معليش سمعت من أخوياك يا سعود، وأنت ما تحب أنه يطرى هذا الكلام، أنك أنت أحيانا ما تنام فتحاول تشغل نفسك ببقائك عند أخوياك عشان تصحيهم عشان تطلعون على البث. ما بها لك العلم طيب، وسؤال لو اني كملت ما عندي مشكلة عادي، وحتى لو اني كنت تعبان لو اني كملت ما عندي مشكلة، لكن سياسات برنامج موافقين عليها. موافق عليها برضا ولا بزعل؟ اختارها انت. انا بختار اللي تختار اكيد. هل ظلم سعود في الخروج؟ سياسات برنامج. هل ظلم سعود في الخروج؟ سياسة برنامج. ولا أعطي حقه وكان حقه المغادرة ذاك اليوم؟ تمثيل قالوا 5 من 50 وخصم المايك. المايك توقع أن سبب المايك والخمسة في المية؟ هذا اللي مشي عليه البرنامج، سياسة البرنامج خصم 5% 55. هل ظلم سعود في خروجه من البرنامج؟ حل صابعك في حالها. دقيقة بعمل. افتح تويتر وتدري أنا ظلمت ولا لا. إذا أنت من يتبع؟ لا. ولا تتبع. بس كلام العالم والجمهور اللي سمعته يا أبو سعد. أنت قلت لي روح افتح تويتر وشوف. إيه أنا الإجابة واضحة عندك. لو قالوا ما ظلم بتقول ما ظلمت. نعم. إذا أنت تتبع ولا تتبع. أنا والجمهور واحد. تتوقع لك فرص مستقبلية؟ من أي ناحية؟ في قناة الواقع؟ إن شاء الله بإذن الله. تخوضها بحب ولا بحزن؟ بحب. من كيف؟ من أي ناحية؟ يعني مشاركة؟ إي نعم. مشاركة كمتسابق؟ إي نعم. ولا سعود خلاص أكتفى؟ بعد قناة الواقع؟ كمقدم؟ ما عندي مشكلة، ليش لا؟ بكل حب أكيد، مش بيكون بكل حزن. لا أكيد بكل حب أصير زميلك. سعود كنت تخشى هالكلمة بس أنك ما قلتها. لأنك تخشاها؟ لأنك حزين علي. حزين عليك. حزني أكثر، أتعلق بك أكثر. تعال نبدأك سعود الكاميرا.